هذا البرنامج برعاية مركز المزمار للدراسات والبحوث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حديث الوطن، هذه الحلقة الخاصة والتي ننتقل بكم فيها إلى قلب مركز أو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذا الصرح العظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات سخرت للقرآن الكريم كل الجهود وجعلته مناط التفكير والاهتمام، فهو اليوم البركة في كل ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط على جميع الأنشطة والمجالات في الدولة، وإنما في كل ما تقدمه دولة الإمارات على صعيد المسابقات العظيمة التي تنقل على جميع أنحاء العالم. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، هذه الجائزة العظيمة والمباركة على دولة الإمارات وعلى كل من يقوم بها وعلى كل من ساهم بها. اليوم نحن في حلقة خاصة وفي ضيافة مميزة لسعادة مستشار صاحب السمو حاكم دبي، مستشار الشؤون الثقافية والإنسانية سعادة المستشار إبراهيم محمد بملحة. نمسيك بالخير سعادة المستشار في هذه الحلقة، ونحن نتشرف بوجودك معنا في هذا اليوم. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. بداية سعادة المستشار، لو أردنا أن نعرف بدايات ونشأة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، نتحدث عنها ولو قليلا. هذه المسابقة منذ 17 سنة إلى هذا اليوم، كيف كانت البداية في هذه المسابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا بداية الفكرة أو منشأ الفكرة كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. الفكرة نبتت من ذهنه وطرح علينا هذه الفكرة ورحبنا بها وباركناها، ومن هنا بدأت فكرة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وصدر مرسوم إنشائها، وكان ذلك في عام 1967 أنشئت الجائزة، وأنشئ لها مجلس إدارة، وأنشئ لها نظام أساسي، وبدأت عملها من تلك السنة المباركة. وأعتقد على أنها بدأت كفكرة وبدأت كتنفيذ في زمن متقارب جدا. الفكرة بدأت والمرسوم صدر قبل شهرين من رمضان المبارك في تلك السنة، وطلبنا يعني مد فترة التنفيذ إلى أن نبدأ بعد سنة، لأن نحن جديدين على هذا التنفيذ وجديدين على التنظيم في مجال الجوائز القرآنية، لأن هذه أول جائزة دولية تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة. فطلبنا من الشيخ محمد أن يعطينا فرصة لمدة سنة لنبدأ الترتيب والتنفيذ والتنظيم الخاص بهذه الجائزة حتى تظهر بالمستوى اللائق. أذكر أنه قال لنا بالحرف الواحد تنفذ هذه السنة، فما وجدنا هناك من مجال إلا أن ننفذ هذا الأمر الصادر. واجتمعنا وأصبحت اجتماعاتنا بشكل يومي، ولقينا صعوبة كثيرة في تنفيذ كثير من التفصيلات، خاصة من حيث لائحة تحكيم المسابقة، من حيث الاتصال بالمراكز القرآنية والمتسابقين لإرسال المتسابقين للدولة وكثير من التفصيلات. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني وببركة القرآن الكريم وبحماس وإخلاص من أمر بهذه الجائزة وإخلاص من قام على تنفيذ هذه الفكرة، تيسرت الأمور وترتبت كثير من التفصيلات، وبدأ الحفل الختامي بعد شهرين أو شهرين ونص من بداية هذه الفكرة ومن صدور المرسوم. وقدمنا حفل وقدمنا مسابقة أبهرت الجميع، وأذكر أنه تم تكريم الشخصية الإسلامية في السنة الأولى الشيخ محمد المتولي الشعراوي، وكان شخصية بارزة، شخصية على مستوى العالم الإسلامي ككل، وحازت الرضا والقبول من جميع من تابع هذه المسابقة ومن تابع تكريم الشخصية والحفل الختامي. والحمد لله رب العالمين، بدأت مسيرة الجائزة من تلك السنة، وأخذنا دفعة إيجابية من خلال يعني تفاعل الناس وتفاعل الأوساط سواء كانت داخل الدولة أو خارج الدولة
مع هذه المسابقة. أذكر أن هذه المسابقة بدأت بفرعين، فرع المسابقة الدولية، وحضر في تلك المسابقة أكثر من 50 دولة ومركز، يعني يمثلون دولة ومركز إسلامي، والفرع الثاني هي فرع تكريم الشخصية الإسلامية. هذا في البداية، منذ البداية إلى الآن، الآن عندنا 11 فرع من فروع هذه الجائزة، مسمى جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم، كأنها حدث، لكن في الحقيقة هي مؤسسة إسلامية يعني تعنى بتنمية العمل الإسلامي والفكر الإسلامي على طول العام، وخاصة على مستوى الشباب من خلال المسابقات وغيرها من الفعاليات. يبدأ فرع وينتهي ليبدأ فرع آخر، فنحن مشغولين طوال العام في تقديم كثير من الفعاليات والأنشطة لهذه المسابقة. سعادة المستشار، لو أردنا أن نتحدث منذ 17 عاما عن هذه المسابقة العظيمة والكريمة والمباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة وحتى على المشاركين في هذه المسابقة، اليوم هذه المسابقة قد تختلف شكلا عن ما كانت عليه منذ اللحظة الأولى التي انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي لتشكل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كيف تشاهدون هذا الفارق الكبير؟ هل هناك تقدم؟ هل هناك تغير في هذه المسابقة؟ طبعا مسيرة طويلة ومسيرة مباركة كلأها الله سبحانه وتعالى بعينه ورعايته وتوفيقه وسداده، وانتقلت الجائزة من نجاح إلى نجاحات كبيرة. كما قلت أن نحن بدأنا في حجم بسيط جدا، هي المسابقة الدولية وتكريم الشخصية الإسلامية، والحمد لله هذان الفرعان كان مقدمة لنجاحات أخرى لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، أو لجائزة بمعنى عام جائزة دبي الدولية للمسابقة الكريم للقرآن الكريم. وإن كان الأهم من هذه الفعاليات هي المسابقة الدولية، لكن لدينا كثير من المسابقات. كما ذكرت أن نحن بدأنا بفعاليتين، الآن لدينا 11 فعالية أو أكثر، مشغولين طول العام في تقديم هذه الفعاليات والأنشطة. لو عددنا هذه الفعاليات والأنشطة، لدينا المسابقة الدولية وهي أهم فعالية ونشاط من أنشطة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، جميل. تكريم الشخصية الإسلامية، برنامج المحاضرات للنساء وللرجال، وابتدعنا برنامج آخر من خلال هذا البرنامج هي محاضرة الجاليات، نقدم محاضرات باللغة البنغالية واللغة الأردية واللغة المليبارية واللغة الإنجليزية لخدمة للجاليات في هذه الدولة، بحيث يكون يعني جزء من النشاط موجه لهذه الجاليات. نختار من نفس شخصيات هذه الجاليات ونعطيهم فرصة عامة في المسابقة، ثم يعني نعطيهم المحاضر يأخذون في تجمعاتهم ليستفيدوا منه. عندنا أيضا برنامج طباعة الكتب، وهذا برنامج مهم جدا، الان عندنا حوالي اكثر من 100 عنوان ما شاء الله صدر وسيصدر قريبا، بعض الكتب من 20 مجلد وبعض الكتب من اكثر من مجلد، يعني عدد كبير جدا، غطى كثير من فروع الفكر الاسلامي، وخاصه ركزنا على مجال علوم القران، وركزنا ايضا على مجال السيره النبويه الكريمه، غطينا مساحه كبيره من هذا النشاط. ولدينا في نفس المجال هذا تواصل مع كثير من المؤلفين، ولدينا إن شاء الله يعني في المستقبل كثير من الكتب سنشارك بها، نشارك في المعارض في داخل الدولة وخارج الدولة، معرض الشارقة، معرض أبوظبي، الآن عندنا مشاركة في معرض الرياض. لدينا هناك مسابقات يعني مميزة، قلنا عن المسابقة الدولية، هناك المسابقة المحلية التي تغير اسمها في فترة سابقة إلى مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، جميل. تم التغيير إلى هذا المسمى لفضل هذه الشيخة الكريمة على الجائزة، ومد يدها بالمساعدة والاهتمام والرعاية لمسابقة دبي الدولي للقرآن الكريم، فلهذا على هذا الأساس غيرنا المسابقة المحلية إلى اسم الشيخة هند. هذه المسابقة الدولية للتنمية الخارجية، المسابقة الشيخة هند للتنمية المحلية، يشترك فيها الإناث ويشترك فيها الرجال، بمعنى أنها كأنها مسابقتين منفصلات، مسابقة للبنات ومسابقة للأولاد، يشترك فيها المواطنون وغير المواطنين،
يشترك فيها أعمار مختلفة منذ يعني في فاعة السن المتسابق إلى أن يكبر ويزيد عمره. لدينا من 3 أجزاء، 5 أجزاء، 10 أجزاء، 15 جزء، 20 جزء القرآن كاملا. الحمد لله رب العالمين، أحدثنا نوع من النشاط والتنشيط لكثير من المراكز القرآنية، فأصبح الآن يعني القرآن الكريم مساحة عريضة في كل الدولة، ما شاء الله. يعني مراكز متعددة ومؤسسات متعددة وأشخاص متعددين استطاعوا أن يقبلوا على هذه المسابقة، وحدثت نوع من التنمية الكبيرة في هذا المجال الذي لم يكن سابقا، وذلك بفضل هذه الجائزة المباركة التي أنشئت على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. لدينا أيضا مسابقة أجمل ترتيل، أردنا أن نشجع الأصوات، عدنا يعني لفئات متعددة، فئات الشباب، فئات البراعم، فئات الفتيان، فئات أئمة المساجد، كما أدخلنا أيضا فئة للأذان، بحيث أن غطينا مساحات كبيرة. ظهرت من خلال هذه المسابقة أصوات جميلة، ياريت أن يعني إما في فكرنا أنا فكرنا نحن كجائزة، أو في أفكار المؤسسات الثانية والمناشط الإعلامية بأن تتبنى هذه المسابقات، فكأن تتبنى هذه الأصوات، فكأن هذه الأصوات وهذه المسابقة مشروع لقراء المستقبل، لأن هناك أصوات جميلة آسرة، يعني لو تبنت بصورة صحيحة يعني لا استطعنا أن نخلق منها يعني مقرئين للمستقبل. جميل. لدينا أيضا مشروع من أهم المشاريع، وهو تحفيظ القرآن في السجون، وهذه الفكرة نعود بها لصاحب السمو الشيخ محمد بنفسه. الله. اقترح هذه الفكرة واقترح إعفاءات بحيث يصل الإعفاء إلى 20 عام. الله أكبر. يعني تسقط العقوبة المؤبدة كاملة. يعني حفظ القرآن الكريم في السجون أصبح سمة من سمات هذه الدولة، وأصبح ملفت للنظر، حتى الوفود التي تأتينا من الخارج لما يتعرفون على هذا المشروع يكبر في ذهنهم هذا المشروع، لأن يعني المشروع الوحيد الذي طبق في العالم العربي والإسلامي، وهو الفريد من نوعه. نبدأ من 2 وننتهي بعشرين عام. لدينا إن شاء الله في الأيام المقبلة احتفال بدفعة بهذه الدفعة، لوجدنا أن هناك كثيرين من العرب ومن غير العرب من يحفظ القرآن، وهناك كثير من الناس اللي يسلمون سواء من الرجال والنساء ليندمجوا في هذا البرنامج ويحفظوا القرآن الكريم. ولدينا هناك عديد من الحفظة، بعضهم يحفظ القرآن كاملا، بعضهم 20 جزء، بعضهم يحفظ 10 أجزاء، بعضهم 15 جزء، وهلم جراء. هناك نماذج في مثل هذا البرنامج ملفتة، تحتاج إلى تسجيل وتوثيق. من ضمن هذه النماذج أذكر أن هناك امرأة إفريقية أسلمت وحفظت في حدود 20 جزء، ما شاء الله، ورجعت إلى بلدها ونحن ما ندري، فبعثت لنا رسالة من هناك على أن أسلموا أهلها تبارك الله، وافتتحت مركز قرآني. الله أكبر. وتسعى الآن لتحفيظ القرآن على مستوى بلدها. الله. فهذه نموذج من النماذج التي أنتجتها الجائزة من خلال هذا البرنامج. لدينا هناك برنامج تعليم القراءات، كثير من المواطنين ما حافظ القرآن الكريم، واقتصرنا بهذا البرنامج فقط على المواطنين، لكن هناك قراءات وهناك روايات يعني يستطيع أن يتعلمها من أتقن القرآن الكريم وأتقن حفظه وتجويده، ففتحنا هذا المجال. لدينا الآن يعني مركز قائم في دبي لتعليم هذه القراءات، وعدنا دفعات تخرجت في هذا المجال وحصلت على القراءات 7، منهم حصل على القراءات 10، ما شاء الله. أيضا من ضمن المسابقات قلنا المسابقة الدولية مسابقة الحافظ المواطن، ما هي تحفيظ السجون الحافظ المواطن. كثير من الناس ما يريد أن يشارك في مسابقة عامة، فعملنا لهم مسابقة خاصة، كرمنا عدد منهم مبارح في حفل جائزة الشيخة هند، ما شاء الله، كرمنا حوالي 5-4 من الأولاد وبنت من الذين حفظوا القرآن الكريم. نسبة الحفظ لا ما تقل عن 80%، وهذه نسبة كبيرة جدا، والآن نحاول نرفعها إلى 90%. فهناك يعني كنا نبحث
عن حافظ مواطن أن يشارك به في الجائزة الدولية في دبي. جميل. أو في دولة الإمارات، يعني في البداية لم نحصل، ثم بعد ذلك نحصل بصعوبة. الآن نحن نعد 4 حفظة للمشاركة، 1 أصلي و3 احتياط للمشاركة، ثم نغطي جميع المسابقات الدولية التي تطلب منا المشاركة على مستوى العالم الإسلامي ككل. عدنا من ضمن الأنشطة، وهو من أهم الأنشطة وأهم الفعاليات، مصحف الشيخ خليفة. مصحف الشيخ خليفة الله يطول عمره ويضفي عليه الصحة والعافية وطول العمر. كنا كرمنا الشيخ خليفة واخترناه شخصية عام إسلامية في فترة سابقة، فالشيخ محمد قال نريدكم تفكرون معانا، يعني ماذا سنهدي الشيخ خليفة غير الشهادة والدرع؟ عادة نحن نهدي الفائز شهادة ودرع ومبلغ. فبدأنا نفكر، فبدأت الفكرة من الشيخ محمد، لماذا لا نهدي أن نخط المصحف ونهدي للشيخ خليفة بحيث أن يصبح مصحف الشيخ خليفة. طبعا هذا الموضوع صعب جدا جدا جدا، ويحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى تحمل مسؤولية كبيرة، لكن رغم ذلك وافقنا على هذه الفكرة لأن وجدناها فكرة ناجحة وفكرة متميزة ومبدعة. شو نقصد لما نقول بمصحف الشيخ خليفة بن زايد؟ ماذا يعني عندما يكون هناك مصحف خاص؟ في مصحف خاص أن يكون خطاط مختلف عن الخطاطين السابقين. جميل. لأن في دولة الإمارات العربية المتحدة عندنا فقط مصحف واحد، هو مصحف الشيخ خليفة، خط أحد الأخوة الخطاطين. مصحف الشيخ مكتوب. أتينا بخط آخر لخطاط من صاحب من أصحاب المستويات الكبيرة والمتميزة في الخط. وبدل ما نخط مصحف واحد اعتمدنا خط مصحفين، لأن يعني حاولنا أن نكون في الجانب الآمن، لأنك لو اتفقت مع شخص وخط لك مصحف ثم مشى معك في خط المصحف في آخر جزء ولا قبل آخر جزء توقف لسبب من الأسباب، أنت خسرت المصحف كاملا. لا لا. فعملنا مصحف ومصحف احتياط، فالآن الاثنين ماشيين في خط المصحف. طبعا المصحف صعوبة خط المصحف، أول شيء اختيار الخطاط والاتفاق معه، ثنين يعني تكوين لجنة شرعية لمتابعة تشكيلات الخط وتفاصيل الخط وما يتعلق بالتجويد وما يتعلق بالرسم وما يتعلق بالتشكيل. هذه كلها يعني أوجدنا لها لجنة من 6 أشخاص وشخص سابع يتابع جماليات الخط. الخطاط يخط المصحف في بلده ثم بعد ذلك يرسل لنا، نحن نعرض الصفحات على اللجنة، اللجنة تراجع وتسجل، كل عضو يسجل ملاحظاته، ثم بعد ذلك تجتمع اللجنة مجتمعة وتناقش هذه الملاحظات كلها بحيث أنها تستخرج صفحة واحدة بملاحظات عامة للجنة كاملة، ثم بعد ذلك نستدعي الخطاط ويجلس هنا لمدة 15 يوم ويجلس في جلسات متتالية مع الخطاطين ويصلح الخط، وإذا كانت هناك مثلا أخطاء كثيرة يعيد الصفحة. يعني الخطاط لصعوبة، يعني من باب الصعوبة اللي أنا ذكرتها، الخطاط في اليوم يخط إما صفحة ونص وإما صفحة واحدة فقط. الله. يعني من أصل شوف الجهد اللي يبذله الخطاط. من أصل كم صفحة في المصحف؟ من أصل 604 صفحات حوالي. الله أكبر. فجهد كبير يبذله، نأتي به هنا ويجلس مع اللجنة الشرعية ويدقق عليه ويصحح، ثم بعد ذلك تعتمد هذه الورقة المصححة من جميع أعضاء اللجنة ونحفظها. الآن أكملنا 15 جزء. 15 جزء بمعنى 15 جزء المصحف الأول، 15 جزء المصحف الثاني، باقي علينا نصف المصحف. نأمل إن شاء الله في نهاية هذه السنة أو في بدايتها بقليل نكون أنجزنا المصحف كاملا بإذن الله تعالى. مع المصحف مرتبط الطباعة. الآن الحمد لله نحن جهزنا مسألة الطباعة واتفقنا مع مطبعة المسار أن تقوم هي بالطباعة، لأنها من المطابع الكبيرة والمتميزة والمتخصصة في هذا المجال. جميل. أيضا اتفقنا مع المزخرف ورسينا على زخرفة المصحف الأول، الآن في صدد زخرفة المصحف الثاني. فالمصحف مع الطباعة مع التصحيح مع الخط، هذه الحمد لله ماشيين فيها بطريقة يعني ميسرة ومسهلة، والله سبحانه وتعالى يعني يسر لنا كثير من الأمور
ونأمل إن شاء الله أن نحتفل جميعا في دورة الإمارات على مستوى الشيخ خليفة ومستوى الشيوخ ومستوى الشعب ومستوى المقيمين بإصدار هذا المصحف المبارك باسم الشيخ خليفة الذي يعبر عن حقيقة حب هذا الشعب وحب نائب رئيس الدولة وحبنا جميعا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. حجم هذه الجائزة نتخيل أن هناك عدد كبير جدا ومهول، كيف تقومون بمثل هذا كله؟ من أين الطاقة تأتي؟ من أين يأتي كل ذلك؟ تستغرب لو ذكرنا لك العدد من الموظفين ومن المتعاونين الذين يعملون في هذه الجائزة، لكن نقص العدد يعوضه الإخلاص والجهد والمثابرة. نحن لدينا في حدود 4 موظفين، 3 أو 4 موظفين بالكاد، ولدينا حوالي 4 متعاونين في الفترة المسائية. الله، هذا الجهد الذي تقوم به جائزة دبي الدولية الكريم من خلال هؤلاء الأشخاص وجهد هؤلاء الأشخاص، ولدينا متطوعون في وقت المناسبة ذاتها، في المسابقة الشيخ هند، في مسابقة الحافظ المواطن، في المسابقة الدولية، في وقت يعني إجراء المسابقة هناك لدينا متطوعون ومجموعة من المتطوعين، يعني نقدر لهم جهودهم ونصرف لهم بعض المكافآت القليلة التي لا تؤثر على معنى التطوع الذي يقومون به، لكن عوضنا عن ذلك بالجهد الذي يقوم به هذه الأعضاء، بالإخلاص الذي يتسم به هؤلاء الأعضاء. جميل. ولدينا مجلس إدارة من أنشط مجالس التي عهدناها في مثل هذه الموضوعات وفي غيرها، مجلس يقوم بجهده تطوعا بدون أي مقابل مادي سوى حبه لهذا العمل وطلبه لرضا الله سبحانه وتعالى ورضا المسؤولين عن هذه الجائزة. لو تحدثنا سعادة المستشار عن معرض السلام عليك يا نبي، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين، منذ اللحظة الأولى التي جاء فيها بالرسالة المحمدية إلى هذا اليوم، هناك العديد من المقتنيات وهناك العديد مما تشهد عليه شواهد في العالم الإسلامي وحتى في العالم بأنها قد تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أين جاءت الفكرة لأن يكون هناك معرض يسمى بمعرض السلام عليك يا نبي، ويتواجد هذا المعرض بالتحديد في دولة الإمارات وفي دبي في جائزة كجزء من جائزة دبي دولة القرآن الكريم وحتى في المركز الجميل هذا؟ الفكرة أيضا جاءت من صاحب المعرض نفسه الدكتور ناصر الزهراني، أنشأ معرض في الشقيقة السعودية في مكة المكرمة بهذا المعنى أو بهذا الشكل الذي نراه هنا، لكن بصورة موسعة. صارت اتصالات ما بيننا وما بين الدكتور ناصر، وأحب أن يقيم شبيه لهذا المعرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحدثنا طويلا في هذا الموضوع، فقلنا له بالحرف الواحد نحن لدينا مبنى سينجز عن قريب، تأتي وترى إمكانيات المبنى هذا، إذا المبنى يصلح لأن يضم هذه الفعالية وهذا النشاط وهذا المعرض المبارك. كان المبنى على يعني نهاية انتهائه، فجاء وشاف المعرض، ولدينا معرض كبير جدا يعني يمتد على مساحة المبنى، فأعجب بالمبنى وتصميمه، ومن هنا بدأت الفكرة وبدأنا نرتب لهذا المعرض، فأتى هو وفريق عمله وحطوا التصور. طبعا المعرض الموجود في السعودية على مستوى أكبر، وهو ينوي الشيخ ناصر أو الدكتور ناصر ينوي أن يعني ينشئ معرض مستقل ومبنى مستقل لهذا المعرض، فبدينا من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والحمد لله تم افتتاح المبنى وافتتاح المعرض، وحضر الشيخ محمد واستمع إلى شرح الدكتور ناصر وأثنى على هذا المعرض، والآن تأتينا وفود من كل قطاعات المجتمع لزيارة هذا المعرض. المعرض عبارة عن قسمين، قسم يتعلق بالمعلومات بمعلومات وبيانات السيرة النبوية الشريفة، كل ما يخطر على بال الإنسان من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسجل. دكتور ناصر يعني حط فكرة على أن هذا المعرض سيوثق في 500 مجلد، الآن هم أنهوا يمكن 60 مجلد من المعلومات هذه والبيانات، والباب مفتوح يعني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية عالمية، نعم، يعني كل فعل وكل قول وكل تقرير يحتاج إلى مجلدات. القسم الثاني من المعرض يحتوي على مجسمات
شبه أصلية التي يعني وجدت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت معدات أو أشياء تتعلق بسيرة صلى الله عليه وسلم، مثل الأمشاط، مثل الدلو، مثل السيوف، الرماح، الأقواس، النباتات، يعني كل ما هو يتعلق برسول الأمة صلى الله عليه وسلم موجود في هذا المعرض. بدأت تأتينا وفود سواء كان من المؤسسات أو من الدوائر أو من الجمعيات، الحمد لله يعني حققت رضا عنا، بحيث أن نحن نحدد في اليوم ثلاث أو في الأسبوع ثلاث وفود، بعض الأحيان ثلاث وفود تأتينا في يوم واحد. الله. ويستقطب كثير من الاهتمام وكثير من يعني رغبة الناس لأن تأتي إلى هذا المعرض وتشاهد هذا، سواء كان المجسمات أو تشاهد البيانات وطريقة إعداد هذا المعرض. ونحن بصدد يعني الشرح، والآن الشرح ينقسم لقسمين، قسم بالعربي وقسم بالإنجليزي، تضع السماعة وتتحول المادة اللي أنت واقف أمامها إلى شرح تسمعها بإذنك. والحمد لله رب العالمين، يعني ساهم المعرض في التسويق للجائزة بصورة جميلة وصورة مهمة. جميل جدا. مدى انعكاس هذا الشيء على النشاط الديني لدولة الإمارات إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نحن دولة مفتوحة ودولة تمد يدها سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي لربط أي علاقة بمودة وحب وتفاني. جزء منها يعني من تبني هذا المعرض يعبر عن هذه الحقيقة التي عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها. وجدنا يعني استجابة من الدكتور ناصر ومن المعرض الذي أنشئ في الشقيقة السعودية، بحيث أن أصبح هذا التوأم لذاك. جميل. ولا يمنع أن ينتقل هذا المعرض إلى أي مكان آخر، لكن نحن أردنا أن يبدأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان إصرار من صاحب المعرض أن يبدأ من دولة الإمارات ومن دبي بالذات، لكون يعني بوابة العالم دولة الإمارات ودبي. على هذا الأساس أنشأنا هذا المعرض، والحمد لله يعني نحن في رضا، وفي يعني رضا نفسي عما حققه هذا المعرض خلال هذه الفترة البسيطة، بحيث الوفود يوميا تكون موجودة في مبنى الجائزة، ومن خلال المعرض يعني يمرون على مبنى الجائزة وأدواره والمتحف أو مركز الشيخ محمد للمخطوطات في الدور العلوي. طبعا الاهتمام كبير ورضا الزائرين كبير وكلمات الإعجاب التي يبدونها كبيرة، خاصة لما ينهون يعني معلومات المعرض بالكامل ويشاهدون طريقة إعداده. ونحن نعتبر هذا من الدعوة الصامتة التي تتحدث عن نفسها بصمت وبدون ما تقول للإنسان تعال اعمل كذا او قول كذا وكذا، تعبر عن نفسها بنفسها. يعني فعلا هذا المعرض يعني يخدم الدعوة بشكل مباشر وبشكل صامت، ويعطي انطباع لدى الآخرين عما يشاهدون في هذا المعرض أن هذا الرسول الكريم على هذا المستوى من الرقي والتمدن، وعلى هذا المستوى من التنظيم، وعلى هذا المستوى من الرفعة التي يرونها، والتي قد يقصر الحال في العصر في الوقت المعاصر عما كان في هذاك الوقت. دعوة يعني تحتاج إلى أن تعرض بشكل جيد مثل ما تعرض في هذا المعرض. دولة الإمارات العربية المتحدة قد هجمت بالفترة الأخيرة، وقد تحدث عنها البعض وقال بأنها حكومة معادية للإسلام. مثل هذه المسابقة الكريمة ومثل هذه الجائزة المباركة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مدى انعكاس مثل هذه المسابقات ومدى انعكاس مثل هذه النشاطات على ما قد يقوله من قال بأن دولة الإمارات حكومة معادية للإسلام، أو حتى النشاط الديني والإسلامي في الفترة الأخيرة قد زاد. هناك الكثير من الدول الإسلامية تشهد في الفترة الأخيرة نوعا من الفتن في الطوائف الإسلامية، فدولة الإمارات اليوم قد تكون نموذجا للتسامح الديني حول العالم. فمدى انعكاس مثل هذه الصورة ورد هذا الكلام الذي يتحدث به البعض بأن حكومة دولة الإمارات هي حكومة معادية للإسلام، هل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أن دولة الإمارات
منذ قديم الزمن، وبالأخص على يد الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بفضله ورضوانه، يعني قام بدور كبير في دعم وتنمية العمل والفكر الإسلامي بشكل منقطع النظير، سواء كان في دولة الإمارات أو في خارج الدولة. مد يده بالمساعدة والعون لكل الفئات الإسلامية، ومد يده والعون للفكر الإسلامي والعمل الإسلامي بشكل يعني كبير جدا. دولة الإمارات لها جوانب كثيرة، جوانب سياسية، جوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية، جوانب دينية، لكن للأسف يعني لم يسلط الضوء على الجانب الديني في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي بالذات بالشكل الذي يظهرها بالصورة التي يجب أن تظهر عليها. هذه الجائزة ساهمت في تسويق دولة الإمارات من هذه الناحية، وكان لها مردود جدا فاعل ومردود كبير وسريع. نذكر حادثة واحدة فقط. تفضل. في أول سنة بدأت المسابقة كنا كرمنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وكان في حالة مرضية ما تسمح له أن يصعد المنصة ليحصل على جائزته، فكان عنده كمامة للتنفس، فكنا نحن والشيخ محمد نكرم المتسابقين على المنصة. فلما حان وقت تكريم الشيخ الشعراوي فقلنا بنحمل الكرسي بنوصله فوق، قال الشيخ محمد لا، أنا بنزل إلى الأرضية أو إلى تحت المسرح وبكرم الشيخ الشعراوي. نزل الشيخ محمد وأول فعل فعله قبل الشيخ الشعراوي، على فعل بسيط يعني قبل الشيخ الشعراوي على رأسه. هذه القبلة سرت من خلال النقل التلفزيوني لها إلى جميع أنحاء العالم. أذكر جبنا محاضر من المحاضرين في فترة لاحقة قال أنا كان لي موقف من دولة الإمارات وكان لي موقف من دبي، قال أنا كنت جالس أمام الشاشة لما شفت الشيخ محمد قبل الشيخ الشعراوي على جبينه، يعني كأن مسح كل ما في قلبي عن دولة الإمارات، وما كنت أعرف عن دولة الإمارات، كأن يعني دولة الإمارات ولدت من جديد في نفسي وفي قلبي وفي عقلي. فمن هذه الفكرة عرفت أن لا يمكن لمسؤول كبير حاكم أن ينزل ويقبل شيخ على رأسه إلا أن هذه الدولة يعني لها ميزة كبيرة في العمل الإسلامي والفكر الإسلامي وتقدير علماء الإسلام والمسلمين. تبارك الله. فيقول بديت أغير بالكامل. فهذا فعل بسيط من الأفعال اللي قام بها الشيخ محمد من خلال الجائزة. فنحن نطالب هنا بتسليط الضوء على هذه الأفعال التي تقوم بها الجائزة، سواء كانت من خلال المسابقة الدولية، سواء كانت من خلال طباعة الكتب، سواء كان من خلال مصحف الشيخ خليفة، سواء من خلال إقامة هذا المبنى، سواء من خلال المعرض، سواء من كثير من الجوانب التي لا يمكن لدولة إلا مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم بها. نحن في الداخل راضين كل الرضا عما تقوم به قيادتنا تجاه العمل الإسلامي وتشجيع المسلمين وتمد يد العون لهم. حتى في الخارج هناك كثير من المآثر والمكارم التي تقوم بها قيادة دولة الإمارات، لكن نحتاج إلى شيء بسيط وهو تسليط الضوء الإعلامي على هذه الجوانب وإبرازها، لأنها تحدث نوع من التوازن وتعطي العالم الآخر والآخرين الذين ليسوا في دولة الإمارات العربية فكرة عن دولة الإمارات العربية في هذا الجانب الذي تصرف عليه وتدعمه ماديا ومعنويا بشكل منقطع النظير. الجائزة قامت بدورها وأنشأت مثل هذا الصرح وأنشأت مثل هذا المعرض وسدت كثير من النواقص. مثل ما قلت لك الآن عدنا حوالي هناك 11 فعالية من الفعاليات نقوم بها على مدى العام. أيضا هناك مراكز ومؤسسات تخدم القرآن الكريم بشكل مباشر في مجال التحفيظ، في مجال التجويد، في مجال المسابقات، لكن نحاول أن ندعو إلى تسليط الضوء بصورة أكبر، سواء في الجرائد، سواء في أدوات التواصل الاجتماعي، سواء في القنوات الفضائية، لنبرز أمام العالم هذا الجانب الذي توليه دولة الإمارات العربية ومسؤوليها وقيادتها أهمية بالغة، يعني يعرف الناس مدى ما تقوم به الدولة وما يقوم به شباب الدولة في هذا المجال. لماذا لا تكون هناك قناة خاصة لجائزة دبي دولة القرآن الكريم؟ هذه فكرة من الأفكار المطروحة، لكن الحمد لله رب العالمين سواء وجدت أو لم توجد هذه القناة، هناك قنوات فضائية متخصصة، عندنا نور دبي، عندنا سما دبي، عندنا قناة الشارقة،
عندنا قنوات كثيرة متخصصة في هذا المجال يعني تغطي هذا المجال وأكثر وأكثر منه. فأنا من باب الدعوة إلى تسليط الضوء هذا سواء كان من خلال القنوات أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى لنبرز هذا الجانب بالصورة التي يستحق أن نبرزه فيها. طبعا لدينا ميزانية مخصصة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لرعاية مثل هذه الفعاليات جميعا، وميزانية يعني سخية وتغطي أنشطتنا بالكامل. حفظ الله الشيخ محمد من بداية الجائزة إلى الآن وهو لم يقصر في دعم ورفض هذه الميزانية بما تحتاج له سواء كان دعم مادي أو دعم معنوي للجائزة من خلال متابعاته. لدينا أيضا هناك بعض المتبرعين الذين يحبون أن يساهمون بالتبرعات في خلال مسيرة هذه الجائزة، فلا نشكر الحمد لله من أي نقص مادي طالما بقى الشيخ محمد بن راشد على رأس هذه الجائزة. الله يحفظه يا رب ويديمه. ولكن لو أردنا أن نعرف رقما فقط، أنا بذكر رقم واحد، مبنى هذه الجائزة كلف في حدود ما بين 60 إلى 64 مليون. الله أكبر. تبنى هذا الرقم الشيخ محمد بن راشد من جيبه الخاص. عرضنا هذا المبنى على الشيخ محمد في صورته التصميمية، أخذنا الموافقة على التصميم، أخذنا على المبلغ مبلغ الإنشاء في نفس اللحظة. مسابقتنا يعني في حدود 20 مليون درهم سنويا، تغطي لنا كثير من الجوانب التي نسعى لتغطيتها من خلال هذه الجائزة. مسابقة دبي الدولية أو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم يعني حتى ولو أنا كنت رئيسة ما بجامل، أقدر أقول أنها المسابقة الأولى على مستوى العالم الإسلامي كامل من ضمن المسابقات التي تحدث بدون تقليل من دور أي مسابقة. لكن حتى القائمين على تنظيم المسابقات الأخرى يعتبرون مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم هي المسابقة الأولى على مستوى العالم. هذه المسابقة تستقطب أكبر عدد ممكن من المتسابقين على مستوى المسابقات الدولية الأخرى، رغم أن هذه المسابقة تعمل في فرع واحد هو حفظ القرآن كاملا وتجويده، بينما بعض المسابقات تعطي أكثر من فرع، القرآن كاملا وبعض أجزاء القرآن وبعضها يدخل فيها حسن الصوت كفرع من مسابقة الدولية. نحن رغم أنها مسابقة واحدة في فرع واحد لكن تستقطب في حدود 85 متسابق ما شاء الله. اللي يميز المسابقة أن مدى الحفظ الذي يجيده المتسابقون عندما يصعدون على منصة الاختبار. نحن اخترعنا أسلوب يعني يؤدي إلى أن ما يصعد على المنصة إلا الحافظ للقرآن والمتنافس في هذا الحفظ، بحيث أول ما نستقبل الحفظة نجري لهم اختبار دقيق في القرآن الكريم كاملا. جميل. من أول جزء إلى آخر جزء، إذا وجدنا على أن تجاوز هذه المسابقة المبدئية أو الاختبار المبدئي صرحنا له بدخول المسابقة والصعود على المنصة. إذا وجدنا أن حفظه متزعزع أعطيناه فرصة ثانية والثالثة، ثم بعد ذلك أكرمناه وعدناه إلى بلده. فالآن المراكز والدول لا تساهم إلا بأحسن حفاظها. جميل. وإن جاء أحد غير حافظ أو متزعزع نقول كلهم حفظه. نعم. لكن قليل التزعزع في الحفظ نجري له اختبار ثم نعيده إذا لم يكن متأهل لأن يصعد إلى المنصة. جميل جدا. أيضا ما تتميز هذه المسابقة قيمتها المادية، نحن عندنا الأول يحصل على 250 ألف درهم، ما شاء الله. الثاني على 200 ألف، الثالث على 150 ألف، والرابع نازل 60 ألف، ونحن ننزل 5000 5000، ثم بقية المتسابقين 30 ألف. جميل جدا. نوفر لهم كامل الإقامة، كامل الاستقبال، كامل الاحترام، ما شاء الله. كامل التسهيلات، ما شاء الله. نخاطب الدول، إما عندنا الآن مخاطبة مخاطبتين، إما دول إسلامية لديها جهات معنية بالشؤون الإسلامية نخاطب هذه مثل وزارات الأوقاف أو غيرها. نعم. نخاطب هذه الدول لإرسال متسابقينها، وفي دول غير إسلامية نخاطب المراكز الإسلامية في تلك الدول. جميل. مثل على سبيل المثال الهند فيها عديد من المراكز. صحيح. لا نركز على مركز، مرة هذه المركز ومرة مركز آخر عشان نعمم الفائدة على مستوى المسلمين في العالم. فالحمد لله رب العالمين استقطبت أكبر عدد واستقطبت أحسن وأجدر حفاظ
للقرآن القرآن الكريم مع تقديم كامل التسهيلات لهؤلاء الحفظة. اخترنا رمضان، اخترنا رمضان لأن بعض المسابقات في غير رمضان، نحن اخترنا رمضان لأن رمضان في قلوب الناس له روحانية خاصة وله إجلال غير عن بقية الشهور، يتناسب مع القرآن الكريم ومسابقة القرآن الكريم. عملنا أيضا مع المسابقة تسبقها يعني تمهيد لمدة 10 أيام أو 7 أيام في المحاضرات، محاضرات للنساء، محاضرات للرجال، محاضرات للجاليات. الحمد لله رب العالمين، أمور الجائزة ميسرة والجائزة تمتد وتحقق صيت وانتشار وسمعة في الخارج قبل الداخل. أذكر على سبيل المثال هذه الجائزة وما تمثل في الداخل، سئل مرة الشيخ محمد ما هي الجوائز القريبة منك أو التي توليها اهتمام؟ جميل. فقال أقرب جائزة إلى قلبي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. الله. هذا أعطانا دافع للعمل وأعطانا دافع للتجويد والإبداع أكثر وأكثر. هذه الهدية الثمينة التي قدمتها دولة الإمارات تعنى بمجال التسامح الإسلامي وتعبر عن حقيقة التسامح الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نبرأ من هذه الاتهامات التي توجه إلى شعب دولة الإمارات وإلى قيادة دولة الإمارات. قيادة دولة الإمارات ودولة الإمارات تحقق كثير من معاني التسامح الديني، سواء كان ما بين طوائف المسلمين نفسهم بنفسهم أو ما بين طوائف المسلمين وغير المسلمين. ما نعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة كمسلمين يعني لا يمكن أن يشعر به إلا من عاش في هذه الدولة. الخدمات التي تقدم للمسلمين لا يمكن أن يحس بها إلا الإنسان اللي يعيش في على ظهر هذه الدولة. دولة الإمارات العربية المتحدة يعني من أكثر الدول بناء للمساجد، من أكثر الدول مسابقات وجوائز ومراكز قرآنية. أذكر نحن في تاريخ سابق جدا يعني بعد إنشاء الجائزة بفترة بسيطة عملنا إحصاء وجدنا أكثر من 300 مركز يعنى بحفظ القرآن الكريم. الله أكبر. وأكثر هذه المراكز تشجع من قبل القيادة ويصرف لها مبالغ. عندنا أكبر مركزين، مركز الشيخ مكتوم، مركز الشيخ زايد، متبنى من قبل القيادة. هذه المنظومة الجميلة وهذا المعنى الجميل الذي نعيشه في دولة الإمارات العربية المتحدة يعطينا قناعة على أن سياسة دولة الإمارات العربية هي السياسة الفاعلة في هذا المجال، ونحن يعني نؤيد معنى هذه السياسة ونؤيد هذا الخط الذي تمشي عليه القيادة لأن يعبر عن حقيقة الإسلام. ودولة الإمارات العربية بريئة من كل ما ينسب لها، إنما تحتاج إلى من يشكر هذه القيادة وهذا الشعب وهذه الدولة، ومن يقدم الولاء والطاعة لهذا الشعب ولهذه القيادة ولهذه الدولة، لكونها الدولة التي مكارمها سواء في الداخل أو في الخارج ظاهرة للعيان. أذكر على سبيل المثال حادثة واحدة تعبر عن هذه الحقيقة. دولة الإمارات امتدت يدها إلى مساعدة المسلمين في كل أنحاء العالم، سواء كان في الدول الإسلامية أو في الدول غير الإسلامية، في الأزمات وغير الأزمات. الشيخ زايد رحمه الله كان نبراس لهذا العمل، واسمه وصوته وشهرته امتدت إلى جميع أنحاء العالم. أذكر في أحداث ليبيا كنا في السلوم ننتظر القافلة، قافلة المواد الإغاثية التي سندخلها إلى داخل ليبيا، فكنا نمشي على البحر وكانوا جماعة جالسين يسولفون، فسألنا واحد بصوت مرتفع أنتم من وين؟ فشيء طبيعي أن نقول نحن من دولة الإمارات العربية المتحدة. الكل صرخ بصوت واحد يرحم الله الشيخ زايد، الله يرحم الله الشيخ زايد، الله يرحم. فهذه حقيقة. الشيخ زايد الله يرحمه، الله رحمة الله عليه وأبنائه والشيخ محمد والشيخ خليفة قاموا بدور كبير جدا على مستوى الداخل ومستوى الخارج. هؤلاء يحتاجون من يقول لهم شكرا خليفة، شكرا الشيخ محمد، شكرا الشيخ زايد، رحمة الله على الشيخ زايد الذي قدم ما في وسعه والذي برزت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلاله كأجمل ما تكون في هذا الإطار الخيري والإنساني
الذي يرضينا نحن عن سياستنا وعن قيادتنا. سعادة المستشار، أنت مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، وأنت أيضا نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وإضافة إلى ذلك أنت نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وأيضا أنت رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. كل هذه المشاغل وكل هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها سعادة المستشار، كيف قد نجدها في نوع من التضحيات اليوم؟ أنت في الأخير رب أسرة، والأسرة هي منشأ المجتمع، كيف تعتقد أن مثل هذا الجهد الكبير قد أدى إلى أن يكون هناك تضحيات في حياة سعادة المستشار إبراهيم محمد بملحة؟ مهما بلغ، سواء سميناها جهد أو تضحية، فهي أقل بقليل من الثقة التي أولتنا القيادة إياها. يعني نحن نحتاج إلى أن نرد الجميل بأكثر من هذه الجهود وبأكثر من هذه التضحيات، ونعتبر ما قدمناه قليل قليل جدا في ميزان هذه الثقة التي أولانا إياها الشيخ خليفة على رأس القيادة الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، والشيخ محمد الله يمد في عمره ويعطيه الصحة والعافية. ونقوم بهذا العمل مستمتعين ومرتاحين، ونحس بأن يعني لنا متعة في الجهد الذي نبذله، ومهما قدمنا فهو قليل في جانب هذه القيادة التي أولتنا من ثقتها ورضاها وقبولها لنا بأن نكون في هذا المكان. ربما نحن محظوظين بأن تم اختيارنا لهذا المكان أو هذه الأمكنة، لأن هناك آخرين قد يكون كفاءتهم وأخلاصهم وجهودهم أكثر منا، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن نكون في هذا الموقع. فلا بد أن نبذل من الجهد ومن العناء ومن الوقت ومن التضحية ما يفوق ما نحن عليه الآن من هذا الأشياء التي نتقدمها. سعادة المستشار، قد حبست قلوبنا وقد جعلتنا نستشعر بعض المشاهد الجميلة. رحمة الله على الشيخ زايد، فعلا فقد كان الأب والقائد والقدوة، ونحن اليوم عيال زايد ورجال خليفة في كل ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وفي التسامح الديني وصورتها العظيمة والمشرقة والمشرفة في جميع الميادين، ليست فقط على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما على جميع الشعوب حول العالم من خلال رسالة التسامح الديني التي هي فعلا هي منبع وأساس كل الديانات ودين الإسلام الذي ظهرت في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن قد داهمنا الوقت، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اللقاء والحوار الشيق معكم سعادة المستشار، كلمة أخيرة تحب تقولها في هذا اللقاء الكريم؟ بداية يعني نشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ خليفة ونائبه الشيخ محمد على أن أتاح لنا الفرصة لأن نقوم بهذا الجهد من خلال هذه الجائزة وإنشاء هذه الجائزة. شكر لأعضاء اللجنة المنظمة الذين سهروا وتعبوا من أجل أن تصل هذه الجائزة للمستوى الذي وصلت إليه. شكر لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الذي آزر هذه الجائزة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. شكر للحضور المتميز الذي تحظى بهذه الجائزة في كل مناسباته وكل مسابقاته. شكر لوسائل الإعلام، وخاصة يعني وسائل الإعلام التي تنقل معنا وتتفاعل معنا طوال هذا الحدث، وشكر لكم خاصة على مثل هذا اللقاء. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يضفي على هذه الجائزة التي هي أصبحت جزء من كياننا القبول لدى الناس والاهتمام من الناس والتفاعل من الناس، وأن تبدو في صورة في المستقبل إن شاء الله أفضل وأفضل مما هي عليه الآن. سعادة المستشار، شكرا لكم على هذا اللقاء الكريم، ونتمنى من الله بأن احنا وفقنا فيما قد طرحناه لكم، واللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم في كل ما تقدمونه اليوم، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أو حتى من جهودكم وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تجعل دين الإسلام ورسالة القرآن هي الرسالة الأجمع والأشمل لجميع العالم، ليست فقط للشعوب الإسلامية وإنما لكل الثقافات والأديان. فدولة الإمارات هي مثال ومنهج ومن لجميع ما قد يقدم للقرآن الكريم ولديانة الإسلام، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، هذه الحلقة الخاصة من حديث الوطن، من الوطن وللوطن. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أمان الله.
هذا البرنامج برعاية مركز المزمة للدراسات والبحوث.